طبعا احنا عارفين ان الهدف اصلا من كورس سيسكو ده ان انت تبني شبكه، وعشان تبني شبكه محتاج اجهزه وسويتشات وراوترات وهكذا. فعشان كده سيسكو عملت ايه؟ برنامج باكيت تريسر سيميوليشن لكل اجهزه ايه؟ سيسكو. تقدر تحط فيه راوترات وسويتشات ولابتوبات وبرنترز وكل حاجه تتخيلها في حياتك. نكبره بس كده، ايوه تمام. طبعا انت عشان تبني شبكه اهم جهاز محتاجه هو ايه؟ السويتش، صح كده؟ في حاجات طبعا انا هعتمد ان انتوا عارفينها. السويتش سيسكو عامله موديلات مختلفه من السويتشز. سي مثلا ده اكتر سويتش هنشتغل عليه، ده الموديل بتاعه كام؟ 2960. بيقولوا عليه كده كاتاليست، كاتاليست 2960. ده كاتاليست ده شبه ايه مثلا؟ مش في السامسونج يقول لك جالاكسي نوت مش عارف ايه جالاكسي؟ ده خط الانتاج بتاعهم، اسمه كاتاليست. بيعملوا بقى في الداتا سنتر النكسس. عندنا الداتا قديم واشترينا النكسس، بس ده شغل ايه داتا سنتر؟ ده ما بنتكلمش عليه في الكورس خالص، ده تاخده في كورسات الايه؟ الداتا سنتر. فهنا في عندك كاتاليست 2960، في عندك 3560 وهكذا، تمام؟ احنا شغلنا كله هيبقى على ال 2960. لو جينا بصينا على السويتش ده كده، زوم ان كده، هتلاقي فيه كام بورت؟ 24 بورت. وحاطط لك كده هنا 2 بورتز سرعتهم كام هنا؟ دول جيجا، يعني دول كده 10 100، اشتغل 10 اشتغل 100 فاست ايثرنت. طبعا انتوا عارفين المصطلحات دي ولا؟ فاست ايثرنت، وده كده جيجا، جيجا ايثرنت، تمام؟ طيب و ايه تاني؟ ايه بقى الاختلافات ما بين اي سويتش والتاني؟ هتلاقي الاختلافات ما بين اي سويتش والتاني النمبر. انا هحاول، انا مضطر اشرح كله هنا، فبس عشان الريكورد ايه؟ لا 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 مش مشكله، انا بس عشان ما تنسوش الكلام اللي انا قلته. نمبر اوف بورتس، فرق ما بين سويتش والتاني في عدد البورتات بتاعته. كل ما عدد الاجهزه اللي عندي اللي انا هربطها ببعض هتزيد، كل ما احتاج اشتري حاجه اعلى. الفرق كمان في ايه؟ في السبيد، تمام كده؟ السويتشات اللي احنا بنتكلم عليها ديت بيسموها ايثر نت سويتشز. جميع انواع السويتشات اللي انت بتستخدمها داخل شركتك بيسموها ايثر نت سويتشز. الايثر نت سويتشز دول اول ما اخترعوها زمان كانت سرعتها 10، سرعه نقل الداتا ما بين الاجهزه 10 ميجا. ال 10 ميجا ده بقى كانوا بيسموه ايه؟ بيسموه ايثر نت. ايثر نفس اسم الايه؟ نفس اسم سويتش. الدنيا اتطورت بعد كده وسرعوا الايثرنت ده. خلوه ايه؟ فاست ايثرنت. ده سرعته كام؟ 100، 100 ميجا، تمام؟ الدنيا اتطورت شويه وعملوا ايه؟ ال 1000. ده سرعته اللي هو الجيجا بقى، جيجا ايثرنت ده سرعته كام؟ 1000. ايثرنت دي جايه منين اصلا؟ نسبة لغاز الاثير. ده غاز بيتبخر بسرعه عاليه جدا، فهو قال لك ان السويتش ده بيقدر ينقل داتا بسرعه عاليه جدا زي غاز الاثير ما بيتبخر، فعشان كده سموا السويتش ده نسبه لغاز الايه؟ لغاز الاثير، عشان كده جاب لك مصطلح ايثرنت. ففي منه ال 10 وفي 100 وفي 1000، طبعا في معاك لحد ايه؟ السويتشات دي بتوصل لحد 100 جيجا. بس طبعا اكثر حاجه منتشره هي ايه؟ ال 10 100 وال 1000. لو انت نزلت السوق اشتريت سويتش دي لينك وتي بي لينك اللي هي الانواع اللي منتشره دي، هتلاقيها 10 100. تلاقي مثلا السويتش عامل 200 جنيه مثلا. لو انت بقى عايز سرعه اعلى في نقل الداتا ما بين الاجهزه، يبقى لازم تشتري ال 10 100 ايه؟ 1000. بس ده هتلاقي فيه دروب في السعر مره واحده، يعني مثلا تلاقي من 200 جنيه ل 1000 ايه؟ حتى لو هو عدد نفس عدد البورتات 24 بورت و24 بورت، تلاقي ال 10 100 1000 واصل ل 1000 جنيه و2000 جنيه وهكذا، تمام؟ فيبقى احنا لما نيجي نشتري سويتش عشان نربط اجهزه ببعض، محتاجين نشوف عدد بورتاته قد ايه، سرعته قد ايه، حسب انت عايز سرعه عاليه في نقل الداتا ولا مش فارق معاك السرعه قوي، تمام كده؟ برضه لو هتشتري سويتش ممكن يبقى مانجد سويتش، وممكن يبقى ان مانجد. نقصد ايه بالان مانجد سويتش؟ اللي هي السويتشات التعبانه اللي انت بتجيبها الصيني دي لينك ودي لينك ودي تو لينك، اللي هي اصلا ما بقدرش ادخل عليها واعمل لها كونفجريشن. لكن المانجد سويتش بقى ايه؟ سيسكو بقى واتش بي وجينيبر و3 كوم، طبعا دي بتبقى فرق في السعر ايه؟ فرق في السعر رهيب. الفرق
في المانج دي ايه؟ ان انا بقدر ادخل على السويتش واعمل له كونفيجريشن بخلاف السويتش العادي ده بيبقى ريد اونلي يا دوبك بس تديله كهرباء وشكرا على كده. عليه نظام تشغيل يا دوبك يشغله غير قابل للتعديل تمام. انما المانجد بقى اقدر ان انا اشتغل عليه واعمل له كونفيجريشن. اقدر ان انا مثلا اشغل بورتات معينه فيه وافصل بورتات معينه، اشغل بورت بسرعه مثلا معينه، احدد انا السرعه بمزاجي لو انا عايز اعمل ليميت للسرعه. يعني مثلا لو البورت بيشتغل 10 و100 الف انا ممكن اقول له انت اخرك 100 او انت اخرك 10 براحتي. فانا اقدر اعمل له كونفيجريشن. طبعا هعمل له كونفيجريشن ازاي؟ عاده السويتشات دي لما بتشتريها بيجي معاها كابل اسمه كونسول كيبل، عدى عليكم قبل كده كونسول كيبل ده. لو احنا جينا كده على الكيبلز هتلاقي هنا كابل الكونسول اهو، ده بيجي مع السويتش او بيجي مع الراوتر لو انت شاريه. فانا عشان استخدمه محتاج بس ايه؟ اجيب الجهاز الشخصي بتاعي اللابتوب بتاعي. ادي اللابتوب، ولازم اللابتوب بيكون فيه فتحه سيريال. فاكرين الفتحه السيريال بتاعت زمان دي؟ لو انا ما عنديش فتحه سيريال مش الشاشه شبهها كده، شبه بتاعت الشاشه. ايوه بالظبط كده، الله يفتح عليك. طيب فانا لو ما عنديش فيه كونفرتر يحول لي من يو اس بي لايه؟ لسيريال، واوصل بقى الكابل لايه؟ الكونسول بتاعي بالمنظر ده كده. من الفتحه السيريال لانهي فتحه؟ الكونسول. تمام؟ وبعدين في الواقع العملي، في الواقع العملي بعد ما اوصل السويتش بالفتحه الكونسول، طبعا هشغل السويتش، افتح برنامج كده مشهور اسمه باتي او بوتي اهو، وده هتلاقوه موجود عندكم في الماتيريال. يعني فتحنا كده تولز، تولز سي سي ان اي تولز، هتلاقوا ايه؟ او في برنامج تاني اسمه ايه؟ ده اسمه تيرا تيرم، او سكيور سي ار تي، او في برنامج اسمه هايبر ايه؟ هايبر تيرمينال. كل ده ينفع معانا. لا هما مش ده يقدر يعمل تنت. بص اقدر اعمل ايه؟ بدل ما تفتح الكوماند من تنت وتفتح الكوماند ده يغنيك عنه، بس ده لازم استخدمه عشان انا هخش ايه دلوقتي؟ سيريال. تمام؟ التنت ده لسه ادفانسد شويه، يعني هي الفكره في ايه؟ ان انا عشان استخدم الكونسول ده لازم اكون جنب السويتش، سويتش قدامي وانا جايب اللابتوب بتاعي جنبه وموصل كابل كونسول. في المستقبل بقى بعد ما نبني الشبكه بتاعتنا وانا قاعد في مكتبي اخش على السويتش اللي موجود في الداتا سنتر بعيد عني خالص. لكن ده كده في البدايه فقط. تمام؟ فافتح ايه بقى؟ افتح برنامج البوتي او اي برنامج من اللي انا قلت عليهم دلوقتي. واقول له انا موصل كابل ايه؟ سيريال. اقول له اوبن. حتى مع كونفرت الاقتصاد سيريال. حتى مع ايه؟ حتى مع كونفرت الاقتصاد سيريال. اول ما ادوس سيريال اقول له اوبن، يقوم جاي فاتح لي ايه بقى؟ الصفحه اللي هقدر اعمل منها مانج للسويتش. طب يعادل ده في الباكت تريسر ايه؟ ان انت تدبل كليك على السويتش وتقول له كوماند لاين. طبعا في الحقيقه ما فيش دبل كليك على السويتش، تمام؟ اهو هيفتح لك نفس الصفحه اللي انتوا ايه؟ اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت. تمام كده؟ او يعني عشان نعيش الواقع شويه اهو، اقوم جاي ايه؟ كاني بقى يعني موصل كابل كونسول يعني، والجهاز ده عليه ويندوز، فافتح الديسك توب وافتح الايه؟ التيرمينال اللي هو يعادل برنامج البوتي او الهايبر تيرمينال، واقول له اوكي، فتح لي برضو ايه؟ فتح لي السويتش. تمام كده؟ وابدا ان انا اعمل مانج للسويتش وانا قاعد على ايه؟ في البدايه خالص لو احنا لسه بنأسس والسويتش لسه جديد فهنستخدم الكونسول، لكن بعد كده ان شاء الله هنتحول للتلنت او حاجه اسمها اس اس اتش، امن من الايه؟ امن من التلنت. فانا هبدا اخش على السويتش اهو. السويتش ده بيبقى عليه نظام تشغيل جاي بيه. اسمه ايه نظام التشغيل ده؟ اسمه ايه؟ اي او اس. زي ما احنا بنزعق على جهاز كمبيوتر ده ويندوز سيرفر 2012 اكس بي 7، نظام التشغيل بتاع سيسكو اللي هنتعامل معاه في الكورس بتاعنا كله اسمه ايه؟ اي او اس. خلي بالكم برضه نظام التشغيل اللي بينزل على الايفون والاندرويد والحاجات دي، كل الايفون والايباد والايبود كلها اي او اس، بس هنا الاي او اس كلها كابيتال، هناك اي او اس كلها سمول عشان يفرقوا ما بينهم بس. تمام؟ طب ده الاي او اس الفيرجن بتاعه كام؟ زي ما في اكس بي و7 و8، الاي او اس ده برضه في منه ايه؟ في منه فيرجنز. طب الفيرجن اللي نازل هنا كام؟ 12.2. تلاقي بقى الفيرجن ايه مثلا؟ 11.1 بقى 12.1، معاك 12.1 12.2 0.3
اعلى حاجه نزلت في فيرجن 12 12.4. بعد تقدر تابجريد طبعا زي ما بتابجريد من 7 ل 8. المفترض في الواقع ان انت بتشتري الاي او اس تمام كده لو انت هتشتغل ليجل يعني. طيب حتى لو انت شاري برودكت هو بريلودد عليه انت برضه هو هو زي ما تشتري لابتوب عليه مثلا ويندوز 7 نسخه هوم وانت عايز النسخه البروفيشنال يبقى لازم تشتريها. عايز 10 عايز 8 لازم تشتريها. فهو كده كده بيجي بالاي او اس بتاعه. بس الاي او اس اللي عليه مش كامل الفيتشرز. ممكن يبقى اي او اس فيه منه انواع برضه. ممكن يبقى ليميتد شويه مش كل الفيتشرز شغاله فيه. هتضطر ان انت عشان تشغل بعض الفيتشرز لازم تجيب اللايسنس. مش محتاج حسب انت بقى احتياجك في الشغل بتاعك. يعني انا لسه قايل لك في اول محاضره في فيتشر اسمها داتا دي دوبليكيشن في 2012. طب السؤال انت محتاجها في الشركه ولا مش محتاجها؟ محتاجها اعمل ابجريد من 2008 ل 2012 مش محتاجها خلاص. فهو ممكن السويتش يجيب اي او اس ليميتد وفي فيتشرز مش شغاله فيه وعشان تشغلها لازم تشتري اللايسنس اللايسنس بتاعها. نفس الكلام في الراوترات برضه تمام. طيب فاحنا عندنا 12.4 نزل بعد 12.3 سوري 12.2 بعد كده 12.3 كده 12.4 الفيرجن اللي بعد 12.4 على طول فيرجن 15. يعني مفيش فيرجن 13 زي كده ما نزل 8 ما نزلش 9 نزل 10 على طول تمام. ف 12 بوينت فيرجن 15 نزل 15.1 15.2 3 اخر حاجه انا اشتغلت بيها 15.6 تمام. فده بالنسبه للفيرجن. نبدا احنا بقى نعمل ايه؟ نعمل كونفيجريشن من هنا بقى. يعني لو عايز ارستره عايز اقفل بورت افتح بورت وهكذا هنشوف واحده واحده كده مع بعض الكوماندات اللي اللي ممكن نكتبها. بس طبعا انت هنا لو اول ما بتفتح السويتش مش مسموح لك ان انت تعمل اي كونفيجريشن ليه. لازم عشان اعمل له كونفيجريشن اكتب الكلمه دي انيبل انيبل. يعني اسمح لي بقى ان انا ادخل على السويتش واعمل له كونفيجريشن. والمفترض في الواقع العمل ان سيادتك لما تكتب انيبل يطلب منك يوزر نيم وباسورد او يطلب منك باسورد. لكن عشان السويتش ده لسه جديد فهقول له انيبل فمش هيطلب مني حاجه. هنشوف دلوقتي ازاي احنا نعمل باسورد للانيبل عشان مش اي حد يخش على السويتش يقدر يعمل له زي كده. ما في على الكمبيوتر ليميتد يوزر وادمن. ليميتد ده تخش تتفرج على البرامج اللي متسطبه، لكن لا تعرف تسطب برامج جديده ولا تدلت البرامج اللي بالظبط. فلو انت دلوقتي لسه فاتحه شايفين علامه الاكبر من دي معناها ان انت ليميتد. لو عايز مثلا تبنج على حد تشوف فيه كونكتيفيتي بينك وبينه، لكن لا تعرف تعدل حاجه ولا تعرف تتفرج على تفاصيل. لو انا كتبت انيبل وعارف ال هو سويتش كده والعلامه دي هتقدر تشوف اي حاجه ولا لا؟ برضه ليميتد. يعني بص انا لو دلوقتي رجعت تاني اكزيت، انا رجعت تاني للمود ده. المود ده بيسموه بيسموه يوزر مود اللي هو في زي الليميتد يوزر. لو قلت له كويستشن مارك، كويستشن مارك بيعرض لي كل الكوماندات اللي اقدر اكتبها وانا في المود ده. بص هم شويه الكوماندات دول بس. انت تعرف احنا عندنا كام كوماند؟ اكتر من نص مليون كوماند. فهم دول بس الشويه دول بس. لا هو في بس طبعا لا غنى عن الكوماند لاين انترفيس. في ميزه رائعه في الكوماند لاين انترفيس ان انت ممكن تكونفيجر كل الاوبشنز اللي انت عايزها بملف تكست كوبي بيست. يعني انا مجهز ملف تكست فيه الكوماندات كلها واقوم جاي واخده كوبي بيست في البرنامج يقوم جاي عامل كونفيجريشن كامله. بس هي الفكره ان انت تحضر ملف التكست. بس انت لو عندك الملف جاهز سويتش باظ اتحرق حصل فيه اي حاجه كوبي بيست خلص كده تاخده كباك اب وتطلع. بالظبط بالظبط. فدي ميزه رائعه في الكوماندات. يعني في حاجات كتيره لو انت قعدت تعملها جي او اي بص بقى وتفتح ستارت وتخش في الكنترول بانل وتعلم صح على الاوبشن شغلانه. لكن تخيل كده لو انا هفتح الكوماند كوبي بيست بينجز بينجز معانا. طبعا هنا طبعا بيبقى ستيبل اكتر ما بيهلس كتير ما بيهنجش كتير بخلاف طبعا اي حاجه جي او اي. بس في طبعا في جي او اي ممكن نستخدمه لكن مش في كل حاجه. يعني في حاجات معينه لو عملتها بكوماندات هتحس ان الدنيا معقده جدا فبنضطر ان احنا نحول الدنيا لجي او اي بطريقه معينه. المهم لو انا هنا قلت له شو ما في هنا امر امر شو ده يعني وريني وريني. طبعا مش هقدر اشوف كل حاجه وانا في انهي مود
وانا في اليوزر مود. قلت له شو كويشن مارك، وقلت له مثلا شو في كوماند كده هناخده مع بعض انترفيس بري، يعني وريني بيانات الانترفيسز اللي عندي، وريهوني. بيقول لي ايه؟ ادي الانترفيسز كلها. طبعا في حاجات لو قلت له شو مش هيقبل، لان انا ايه في اليوزر مود. اليوزر مود تتفرج على بعض الحاجات، لكن في حاجات معينه لو حاولت تتفرج عليها يقول لك لا مرفوض. تمام. بص الامر ده من اكتر الكوماندات اللي هكتبها. شو اي بي انترفيس بريف، يعني وريني الانترفيسز اللي عندي بس لو سمحت بريف ايه باختصار شويه. قال لك بص يا عم ادي الانترفيس اللي عندي. طبعا تاكد ان كل فتحه في السويتش لو وقفت عليه كده، بصوا كل فتحه ليها ايه؟ ليها رقم. تمام. وعمرك ما تلاقي طبعا فتحتين ليهم نفس الرقم. ملاحظين في فتحتين تحت اللي هما جيجا 0 على 1. الاولانيه اف اف 0 على 1، فدي فاست. لما باجي ادخل عليها بقول له انا عايز اخش على الفتحه اللي رقمها فاست 0 على 1. طب اللي تحت دول جيجا 0 على ايه؟ ليها اسم مختلف، هي نفس الرقم بس باسم ايه؟ مختلف. فبص هنا بيجيب لك كل الفتحات اللي عندك ويقول لك هم شغالين ولا مش شغالين. طبعا انا مش موصل اي ايه؟ اول ما وصل الجهاز تلاقي الدنيا هنا قلبت ايه؟ قلبت اب. تمام؟ طيب في كوماند برضه هناخده قدام ان شاء الله. خلينا طب في هنا دخل. اول ما تتحول من اكبر من لعلامه الهاش دي، انت كده تحولت من ليميتد يوزر لايه؟ لادمن. تمام كده؟ وتبدا بقى تعيش حياتك بقى. تكتب الكوماندات اللي انت عايزها. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي هقول له كونفي تي معناها ان انا بقى عايز اظبط او اعدل في الكونفيجريشن بتاعه السويتش. انتر. كده حولني من مود. بص هو انا بس بدي نبذه صغيره. لكن كل ده مكتوب فين بقى؟ بص لو رحت للمذكرات ايوه سي سي ان اي سيسكو ديفايسز، هتلاقي هنا كل ما يتعلق بالكوماندات وازاي تشتغل وتوصل كابل الكونسول وهكذا. انا بس عايزك تكتب الكام كوماند اللي انا هكتبهم دول. انيبل يحولني من ليميتد لايه؟ لادمن. انت كده الفيديو معاك يعني. بعد كده كونفي تي معناها ان انا بقى عايز اعمل كونفيجريشن لايه؟ للسويتش. طب عايز تعمل ايه؟ انيبل باسورد، عشان مش اي حد يقدر يخش كادمن، صح كده ولا ايه؟ وحط الباسورد اللي انت عايزه، مثلا نحط الباسورد كلمه سيسكو انتر. بصوا بقى دلوقتي لو طلعت، لما بطلع بدوس اكزيت او كنترول زد، كنترول زد او اكزيت كده انا رجعت تاني. ها لما هقول له انيبل، وهنا في ميزه في سيسكو ان انت بدل ما تكتب الكوماند كله ممكن تكتب اول حرفين من الكوماند وتدوس انتر، او تكتب اول حرفين منه او اول حرف وتدوس تاب يقوم جاي هو ايه مكمله لك. دوس انتر قال لي لا اديني بقى ايه، اديني الباسورد. فاقول له والله الباسورد ايه؟ سيسكو. طبعا هو ما بيكتبش حاجه وانا بكتب الباسورد سيسكو. كده تحولني لايه؟ بس خلي بالك انا لو طفيت السويتش دلوقتي وشغلته تاني كل اللي انا عملته هيطير. تمام؟ لازم اعمل سيف. بالظبط. فاحنا هناخدها قاعده كده ان اي كونفجريشن هنعملها لازم ايه؟ نسيبها. نسيف ازاي؟ كوماند مشهور اسمه رايت. رايت. حاجه رايت او دو رايت. دو رايت ده بنكتبه لو انا جوه الكونفجريشن. لو انا كده كتبت كون تي انا كده كاني عايز اعمل كونفجريشن. لو جيت اكتب رايت مش هيقبله. فلازم اعمل ايه؟ لازم اقول له اكزيت عشان اكتب رايت. يعني لازم عشان اكتب رايت اكون واقف على علامه الهاش دي بس بره. طب افرض انا جوه وعايز اسيف اقول له دو رايت. تمام. فانا هنا لو جيت قلت له رايت او الاختصار بتاعها ايه؟ ور. بقى ور عشان نسيف. دايما هقول لك ايه ما تنساش تعمل ور قبل ما ايه قبل ما تراستر او تعمل اي حاجه. ور كده عمل ايه؟ عمل سيف. فاحنا كل اللي خدناه بس ازاي ندخل على السويتش وازاي نعمل باسورد للانيبل مود وشفنا كده بعض الحاجات البسيطه. نرجع بقى تاني. انت لو عايز تبني شبكه محتاج ايه؟ محتاج سويتش. شوف عدد البورتات اللي تناسبك، شوف السرعه اللي تناسبك، شوفه مانجد ولا انهيها. مانجد وعرفنا ايه الفرق، ايه الفرق ما بين. طب عايزين نكمل بقى. عشان نبني شبكه برضه محتاجين ايه؟
الاجهزه اللي هنربطها ببعض، هو ده الهدف الرئيسي. الاجهزه دي بقى بيقولوا عليها ايه؟ تيرمينال ديفايسز. تيرمينال ديفايس ممكن تكون اجهزه موظفين كلاينتس زي اللي انتم شغالين عليها دي، وممكن تكون ايه؟ سيرفرز. ممكن تبقى لو انت درست بقى كورسات الفويس في سيسكو ممكن تبقى اي بي فون، بس احنا مالناش دعوه بالايه؟ بالاي بي فون، تاخده بالتفصيل في كورسات ايه؟ كورسات سيسكو. ممكن تبقى كاميرات، ممكن تبقى برنترات، ممكن تبقى سكانرز، احنا تركيزنا على ايه؟ على اجهزه الكمبيوترز او الايه؟ السيرفر. انا كفايه عليا سيرفر واحد هحطه هنا كده. تمام؟ احنا كده حطينا الاجهزه، طب احنا عايزين بقى نربط الاجهزه دي ببعض، اكيد لازم نوصلهم كلهم فين؟ في السويتش. عشان نقدر نوصلهم في السويتش لازم يكون كل جهاز راكب فيه كارت ايه؟ كارت نتورك. نتورك انترفيس كارد. يبقى ادي النتورك انترفيس كارد بتاعنا. لابد منه، وزي ما السويتش فيه منه سرعات برضه كارت نتورك فيه منه ايه؟ ممكن يبقى 10، ممكن يبقى 100، ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى، وعادة في كروت النتورك بتبقى 10 100 ايه؟ ده اللي منتشر، لكن في السويتشات اللي منتشر 10 100. معظم السويتشات بتبقى اخرها 100، لكن معظم كروت النتورك بتوصل لايه؟ بتوصل ل 1000. تمام كده؟ طيب، وطبعا كده كده انت لو اشتريت لابتوب او اشتريت جهاز بتلاقيه جاي بكارت النتورك فيه، مش محتاج ان انت تركب له كارت. محتاجين ايه بعد كده بقى؟ اتاكدت ان كل جهاز الكابلات. اخش هنا على الكيو، طبعا انتوا عارفين الكابلات تويستد والتقريش بتاع الكابل كل ده تمام؟ تقرش تعرف تقرش؟ تحب نراجع طب الحته دي نقول عليها؟ ها تمام؟ طب انا عشان اوصل كيبلز محتاج استخدم كيبل اسمه تويستد بير كيبل. نروح بس كده بقى على ايه؟ الماتيريال نتورك فاندمنتالز، ربنا فتحنا كده. ده كارت النتورك اهو. طبعا انت ممكن لو ما عندكش كارت نتورك تركب كارت نتورك زي ما انت شايف كده، او تجيب كارت نتورك يو اس بي. تمام، ده كارت نتورك وايرلس، بس احنا مش هنتكلم على الوايرلس خالص دلوقتي، احنا شغلنا كله على ايه؟ على الوايرد، وقدام ان شاء الله نبقى نشوف الايه الوايرد. ده السويتش بتاعنا، عدد البورتات اللي فيه حسب احتياجك. دي الكيبلز بتاعتي. الكيبلز بتاعتي اسمها ايه اللي انا هستخدمها؟ اسمها تويستد بير. تويستد دي كابلات الشبكات، تويستد بير كيبلز. يعني ايه تويست؟ تويست يعني ملفوف، بير يعني طرفين، بير زوج من الكيبلز ملفوفين على بعض. ليه سموا الكيبلز دي تويستد بير؟ لان انت لو تلاحظ كده كل طرفين ملفوفين ايه؟ ملفوفين على بعض. بص كل طرفين ملفوفين على بعض، عشان كده سموه تويستد بير. كام طرف بيبقى جوه الكيبل؟ الكابل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اهو 8 اطراف. اللي مستخدم منهم كام؟ لو انت شغال سرعه 10 او 100 بيبقى اللي مستخدم من جوه الكيبل 4 بس. تمام؟ لو انت شغال 1000 يبقى لازم الثمانيه يبقوا ايه؟ يبقوا واصلين. عشان كده في بعض الكابلات بتتباع في السوق كابل زي ده كده مثلا 2 متر 3 متر، تلاقي الكابل من جوه ما فيهوش غير 4 اطراف فقط، لان هو عارف ان انت ما بتستخدمش غير ايه؟ غير 4. تمام؟ لكن طبعا لو انا جيت استخدمت الكابل اللي فيه الاربعه ده على سويتشات سرعتها 1000 مش هيشتغل 1000، هيشتغل 100. تمام كده؟ طيب زي ما انتم شايفين كده الثمان اطراف. طب انا عشان استخدم الكيبل ده لازم اعمل ايه؟ لازم اجي في اخر الكيبل ده اركب ايه؟ اركب ار جي. بيسموه ايه ده؟ ار جي 45. ار جي طبعا بتاع التليفون ار جي 11. ده ار جي، لو في حاجه انا بقولها انت مش عارفها قول لي عليها. تمام؟ انا معتمد ان في بعض المعلومات انتوا عارفينها عشان ننجز. تمام؟ طب السؤال بقى هنا ازاي اركب الار جي ده في الكيبل ده؟ اه بالظبط. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنرتب الالوان بتاعتنا. يا اما ترتبها بالترتيب ده يا اما بالترتيب ده. اهم حاجه اللي هتعمله من الناحيه دي تعمله من الناحيه ايه؟ الثانيه. واكتر حاجه منتشره واكتر حاجه ناس انهي ترتيب؟ الثاني ده رقم 2. بيقول لك في ستاندرد 1 وفي ستاندرد 2. ايه اللي منتشر ومعظم الناس بتستخدمه؟ هو ستاندرد ايه؟ 2. اللي هو ايه بقى؟ انا بص ادي الار جي 45 اهو. هدخل كده من الشمال. ها الترتيب اللي انا هقوله ده منين؟ من الشمال. في هنا 8 بين برضه اهو. 1 و2 و3 و4 حتى 8. رقم 1 يبقى انهي واحد؟ ابيض برتقالي. بعد كده برتقالي. وبعد كده ابيض اخضر، بعد كده ازرق، بعد كده ابيض ازرق، بعد كده اخضر. ده الترتيب بتاعنا. تمام؟ هو الترتيب الكارز الاخضر والازرق
بص، هو لو احنا شغالين 10 100 هيبقى الازرق مش مستخدم اصلا. ايه بقى اللي هيبقى مستخدم؟ فاتفقنا مع بعض لو انا شغال 10 100 يبقى هستخدم كام من الثمانيه؟ اربعه بس، اللي هما انهي بقى؟ اللي هما واحد واثنين وثلاثه وست. عشان كده بتلاحظوا ايه هو ليه كده بعد الاخضر عن الابيض اخضر؟ لان هو بيستخدم الاثنين دول في السند، بيبعت عليهم داتا، وبيستخدم الاثنين دول في الريسيف، بيستقبل عليهم داتا. اللي هما كام؟ واحد واثنين وثلاثه وسته. يعني يهمني ان انا اكون موصل واحد تمام واثنين تمام وثلاثه وسته تمام. يعني بعد التوصيل لو انت شيكت بالتستر، طبعا عدى عليك التستر ده، لو انا شيكت بالتستر لقيت رقم 4 ما بينورش، 5 ما بينورش، 7 ما بينورش، 8 ما بينورش، ولا تشغل بالك. ده لو انت هتشتغل 10 كام؟ 10 100 تمام؟ لكن لو عايز تشتغل 1000 يبقى لازم الثمانيه يكونوا ايه؟ يكونوا تمام. فلو انت هنا عكست، خليت الازرق الابيض ازرق الاول والازرق بعده مش فارقه، الدنيا هتشتغل معايا. لكن لو شغالين 1000 يبقى ايه؟ ولو انا حتى هنا عكست، لو انا هنا عكست الدنيا هتشتغل. اعكس الناحيه الثانيه. وانا ممكن اعكس دول برضه على فكره، بس اعكس الناحيه الثانيه. ممكن اجيب الاخضر مكان الابيض بس اعكس الناحيه. بس الافضل تشتغل ستاندرد. ليه؟ اسيب الكابل ده فيه مشكله. انا عايز اقرجه شبه الناحيه ايه؟ الناحيه الثانيه، صح كده؟ لازم بقى اروح ابص على الناحيه الثانيه وتقرجه ازاي؟ لو انا دايما دايما ماشي على ستاندرد يبقى خلاص الموضوع انتهى. تمام كده؟ طيب وفي قاعده كده لو انت عملتها، لو انت طبقتها تقدر ترتب التيبلز باي ترتيب يعجبك. ايه القاعده دي؟ انا دايما دايما هستخدم واحد واثنين عشان ابعت داتا، وثلاثه وسته عشان استقبل ايه؟ استقبل داتا. اختار انت بقى اي واحد من البيرز دول يبقى هو واحد واثنين. يعني ممكن اخلي واحد واثنين الابيض ازرق والازرق، ممكن اخلي واحد واثنين الابيض بني والبني. معاه؟ اختار اي واحد من الاربعه دول عشان استخدمه في ارسال الداتا نفس الوقت. تمام، في الريسيف استخدم اي واحد من الاربعه دول عشان تريسيف الايه؟ الداتا. يعني ممكن بص اخلي الترتيب ايه، انا بقى مش هحفظ حاجه خلاص. انا هعمل ايه؟ هخلي ابيض بني بني واحد وكام واثنين، وبعد كده رقم ثلاثه هخليها مثلا ابيض ازرق، وبعدين ارحل الازرق لرقم كام؟ لرقم 6. وصلت؟ والباقي حطوا اي حاجه مش فارقه معايا. تمام؟ لكن ممكن تعمل الكلام ده في الواقع العملي في الجنبين والدنيا ما تشتغلش. ليه بقى؟ الناس اللي بتصنع الكابلات دي عارفين ان انت ما بتستخدمش من الثمانيه غير واحد واثنين وثلاثه وسته، اللي هم المفترض حسب الاستاندرد مين؟ الاخضر واللي معاه والاورنج. فيصنع لك الكابل الاخضر والاورنج نحاس، والباقي اي حاجه تعبانه. وبالتالي لو انت خليت واحد واثنين حاجه غيرهم وثلاثه بس حاجه غيرهم ممكن تلاقي الدنيا ما اشتغلتش. بس اصلا مفيش نيد ان انت تقلب الالوان، مش محتاجه. انا بس انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن توصل يبقى عندك كابل مثلا 90 متر وتوصله ناحيه وتيجي التست تلاقي الطرف رقم ثلاثه في مشكله. ليه مثلا؟ مثلا في قطع في الابيض اخضر. طب القطع ده فين في الكيبل؟ مش عارف فين. هرمي الكيبل. طب ما انا استخدم بدل الاخضر اخد اثنين تانيين وعليه. اخد اي اثنين تانيين غيره، يبقى انا استفدت من الكابل بدل ما ايه؟ شغله بدل ما يترمى. بس اخره كام هنا كده؟ اخره 100. تمام كده؟ ال 1000 لازم تغير الكابل لو انت عايز تشتغل 1000، والا هيشتغل 100 100. فاحنا ايه هنوقف؟ طب بص بقى، لما بنيجي نقرج، لو انت قرجت الناحيتين زي بعض بالظبط، التوصيله دي بيسموها ستريت، لان الكابل طالع بص من رقم واحد لرقم واحد، من اثنين لاثنين، وهكذا. طب لو عكست الترانسميتر والريسيفر، يعني بص لو خليت هنا الترانسميتر ابيض اخضر واخضر، خليته الناحيه الثانيه واصل فين؟ بالريسيفر، يعني 3 و6. وهنا خليت واحد واثنين من الناحيه دي 3 و6. التوصيله دي بيسموها ايه؟ كروس. امتى استخدم دي وامتى استخدم دي؟ لو انت عندك جهازين شبه بعض، يعني سويتش وسويتش، ساعتها لما اجي اوصل كابل ما بين السويتش ده والسويتش ده يبقى لازم الكونكشن تبقى ايه؟ تبقى كروس. دي زي الاب لينك كده؟ بالظبط، ده كده الاب لينك.
المفترض الكابي ده يبقى ايه؟ يبقى كروس. ليه؟ انت موصل جهازين شبه بعض. مش اللوجيك بيقول ان انا لو طلعت من هنا ترانسميتر يبقى لازم يوصل الناحيه الثانيه فين؟ في الريسيفر والعكس، صح كده؟ فطب ما الجهازين شبه بعض. الراجل ده مثلا بيستخدم واحد واثنين عشان يستقبل داتا، يبقى لازم تجي له منين؟ من الترانسميتر بتاع الثاني. كده انت موصل ترانسميتر بترانسميتر بالظبط. فلازم انا ساعتها اعمل ايه؟ اعكس الكابل. فبص لما اجي بقى هنا اختار الكيبل، لو انت عايز تشعل ستريت تختار ده، كروس تختار ايه ده. فلما اجي اوصل، بص كده اوصل هنا كده في الفتحه مثلا الجيجا. وعاده لما بنيجي نوصل سويتشات ببعض اللي هي الابلينكس بقى بنخليها ايه؟ بنخليها جيجا، ما بنخليهاش الايه؟ الفاست ايثر. عشان كده هو عامل لك في السويتش ده ايه؟ فتحتين على جنب كده سرعتهم ايه؟ جيجا، عشان لما تيجي توصل سويتشين ببعض تستخدم الكابل الالف ده. لكن لما تيجي توصل بجهاز كمبيوتر، بص بقى انا وصلت ده ايه؟ كروس. طب لو هوصل السويتش بجهاز كمبيوتر، بص بقى جهاز الكمبيوتر الديفولت بتاعه ان هو بيبعت على 1 و2 ويستقبل على 3 و6. طب والسويتشات الطبيعي بتاعها ان هي بتستقبل على 1 و2 وتبعت على 3 وايه؟ 6. اذا اصلا الترانسميتر والريسيفر هنا عكس الترانسميتر والريسيفر هنا. اذا انا مش محتاج اعكس الكابل، صح كده؟ لان هو اصلا التو ديفايسز عكس بعض، فعشان كده دايما هوصل ده كده ايه؟ ستريت. طب هنا ده شبه ده. طب افرض انا مثلا عندي في البيت جهازين لابتوب، اثنين لابتوب، وعايز ابعت داتا ما بينهم، ومعيش فلاش ولا معايا اي حاجه اعمل بيها داتا، فممكن ايه؟ ممكن يا اما اجيب سويتش واربطهم ببعض، يا اما اوصل التو لابتوبس دايركت ببعض. لا بص، اوصل كابل من هنا كده لهنا كده على طول. بس طالما وصلت اثنين لابتوب يبقى لازم يبقى ايه؟ يبقى كروس بالظبط. تمام. الا اذا بقى دلوقتي اخترعوا ايه؟ اخترعوا تكنولوجي اسمها MDI-X. بص، الاجهزه اللي بتبعت داتا على 1 و2 وتستقبل على 3 و6 اللي هي شبه ايه؟ شبه اجهزه الكمبيوتر. الكمبيوتر بيبعت على 1 و2 ويستقبل على 3 و6، بيسموها ايه؟ بيسموها MDI. طب الاجهزه اللي العكس بقى اللي هي بتبعت على 3 و6 وتستقبل على 1 وايه؟ على 1 و2، دي بيسموها MDI-X كروس. اكس دي اللي هي كروس، عكس الايه؟ الثاني. ميديا ديبندنت انترفيس، دي ميديا ديبندنت انترفيس اكس، ده العكس. تمام كده؟ طب الطبيعي لو انت هتوصل جهاز ام دي اي بجهاز ام دي اي اكس يبقى هتوصله ايه؟ ستريت. طب لو ام دي اي وام دي اي يبقى كروس. طب ام دي اي اكس وام دي اي اكس يبقى كروس، الا اذا كان السويتش بيدعم هذه الخاصيه. ساعتها السويتش يقدر يشتغل لك ام دي اي ويقدر يشتغل لك ام دي اي ايه؟ حسب حاله اللي ايه؟ اللي قدامه. يعني فرضا دلوقتي ان انا غلطت ووصلت السويتش ده والسويتش ده بكابل ستريت، يوم جاي عامل ايه؟ يوم جاي واحد من السويتشين عاكس نفسه. يعني لو ده ام دي اي اكس وده ام دي اي اكس، يوم جاي واحد منهم مخلي نفسه ام دي اي عشان يعكس نفسه. عشان كده احنا حاليا دي خاصيه في السويتش نفسه فيزيكال. ايه؟ عشان كده احنا كل شغلنا دلوقتي ستريت، ما بشغلش بالي بقى هو انا هوصل سويتش بسويتش ولا بالظبط. هنا بقى في السويتشات المانجد انا اقدر من الاي او اس اللي هو السوفت وير الغي هذه الخاصيه او اشغلها. تمام؟ ولازم اعرف هو السويتش بتاعي بيسبورت هذه الفيتشر ولا لا. تمام؟ لو بيسبورت هذه الفيتشر يبقى انا مش هشغل بالي، كل شغلنا هيبقى ايه؟ هيبقى ستريت. ونفس الكلام برضو على فكره في كروت النتورك الجديده كلها دلوقتي، كلها بتسبورت ايه؟ ام دي اي ماشي. يعني لو جبت اثنين لابتوب ووصلتهم بكابل المفترض يبقى كروس، لو وصلت ستريت الدنيا هتشتغل عادي زي الفل، طالما في ايه؟ طالما في الخاصيه اللي اسمها ام دي اي ام دي ايه؟ ام دي اي اكس. وصلت؟ طبعا احنا دلوقتي المفترض هنعمل ايه؟ هنوصل بقى الكيبل. بص هنا الباكت تريسر عامل لك حاجه لذيذه. مش المفترض انا لو هوصل ده يبقى ستريت، لو هوصل سويتش بسويتش يبقى كروس. فلو انت مش مذاكر ناسي هتوصل ايه؟
تختار انهي اوبشن اللي هو الاوتوماتيك ده. شايفين الاوبشن ده اوتوماتيكالي، بصوا مكتوب تحت هنا ايه، اوتوماتيكالي شوز كونكشن تايب. اعلم على ده واي هنا كده باص. طب بصوا كده، لو انا جبت سويتش كده وجيت هنا اخترت اوتوماتيك، شفت؟ بصوا الكروس ده اللي هو المقطع، الستريت ده اللي هو ايه، مفيش اي تقطيع فيه، فهو شفته لوحده اختار ايه، اختار ده كروس واختار ده ايه ستريت من نفسه كده. ده لو انت ناسي هو انا هستخدم كروس ولا ستريت، لكن طبعا احنا عارفين دلوقتي احنا هنستخدم ايه، هنستخدم ستريت. فانا في ميزه كمان، لو انت اخترت نوع الكابل بايديك لما بتيجي توصل بيسالك عايز توصله في انهي ايه، انهي فتحه بالظبط. لكن لما انت بتختار اوتوماتيك هو بايه بيختار لك. فاحنا لو عايزين ننجز اختار اوتوماتيك، لو انت عايز بقى تفهم الدنيا ماشيه ازاي يبقى انا اختار الايه المانيوال ده، او اختار الفتحه دي واختار الفتحه اللي انا عايزها، او انا بقى هريح دماغي وايه عايز بس اتاكد ان الداتا تمام كده على الفلاش عندك. البروبرتيز 6 جيجا وشال المحفوظ. ده لسه تنين؟ لسه تنين. طيب سيبها كده. طب انا كده ايه؟ انا كده وصلت كابلاتي تماما. ايه كمان بيثبت لي ان شغلي صح؟ لما الليدز بتاعتي ايه؟ تنور. تلاقي كارت النتورك بتاعك ممكن يبقى فيه 2 ليد، ممكن يبقى فيه 3 ليد، ممكن يبقى فيه 4 ليد. عادة على الأقل بيبقى، بص هنا فيه كام ليد؟ 3. بص هوريك كارت دلوقتي فيه كام ليد؟ 4. عادة بيبقى فيه ليد موجودة، دي ايه؟ دي حاجة تثبت لي إن أنا شغال صح، زي ما في هنا ليد في اللابتوب عندكم منورة. انا لما ابص كده الاقي الليد منوره معناها ان انا موصل كابلاتي تمام. تمام، تلاقي ليد ثانيه عماله تنور وتطفي، في ليد ثانيه هنا عماله تنور وتطفي. انا دلوقتي في داتا عماله تتبعت ما بيني وما بينكم، صح كده؟ فتلاقي ليد دي انا من بعيد كده انا شايف على فكره عندكم ليد عماله تنور وتطفي، في سند وفي رسيف، ده مجرد انديكيتور بس ان في داتا بتتبعت. وايه هنا؟ في هنا مثلا، في هنا مثلا تلاقي ليد مكتوب عليها 10 وهنا 100 وهنا ايه 1000، لان الكارت ممكن يشتغل 10، يعرفك السرعه اللي الكارت شغال عليها حاليا كام. طب هو السرعه اللي هيشتغل عليها الكارت هتبقى عامله ازاي؟ بص حسب، لو انا هنا السويتش بتاعي ده 10 10 100، تمام، وهنا كل الكروت بتاعتي 10 100 كام؟ 1000. اذا لما نيجي ننقل داتا هتشتغل على كام؟ اتفضل. عامله ايه؟ تمام الحمد لله، ربنا يخليك. لما ايه؟ لا الماتيريال هعطيها لهم كلها خلاص، مفيش حاجه هتفرقها طبعا. انا خلاص خدوها خلاص. تمام تمام. لو انا هنا ده 10 100 وكل الكروت بتاعتي 10 100 1000 هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على 10 100. دايما نشتغل على السرعه على ايه؟ على السرعه على الاقل. خلاص هو الشغل البيزكس ده بتفرق الكابلات عاديه ولا فايبر؟ لا احنا شغلنا دلوقتي ده كله كابلات نحاس. تمام؟ ممكن بقى نستبدل السويتش ده بسويتش تاني يبقى الفتحات اللي فيه مش ار جي 45 تبقى فتحات فايبر. الكلام ده بنعمله امتى؟ لو انا عايز اوصل لسرعات اعلى ومسافات اكتر. ليه بقى؟ لان اقصى مسافه عندنا هنا اقصى مسافه الكابل ده، يعني ما ينفعش المسافه تبقى ما بين الجهاز ده والسويتش اكتر من 100 متر. حتى احنا بنحاول ما نوصلش لل 100، 90 بالكثير مثلا. تمام، لكن هو الطبيعي بتاعه الماكسيمم بتاعه 100 متر. طب افرض انا دلوقتي عندي مسافه من جهاز للسويتش كيلو 2 كيلو، او مثلا سويتش وسويتش والمسافه بينهم كيلو 2 كيلو، عندي حلين. حل طبعا عمري ما هستخدمه، ان انا مثلا كل 90 متر احط السويتش صغير يقوي الاشاره. بالظبط، يا اما بقى يبقى سويتش فيه فتحات فايبر. ممكن على فكره يبقى سويتش فيه بعض الفتحات كبر اللي هو الار جي 45،
ويبقى فيه فتحتين فايبر مثلا. ساعتها يعني مثلا بص السويتش ده مش احنا عندنا هنا فتحتين جيجا، ممكن يبقى الفتحتين الجيجا دول فايبر. ليه؟ عشان لما اوصل السويتش ده لسويتش تاني او حسب هو هيوصل بايه تاني، يبقى عندي ديستانس ايه؟ ديستانس الجيجا. الميزه في الفايبر بيوصل لمسافات اعلى، ممكن توصل ل 100 كيلو تمام كده، سرعات اعلى. يعني الفايبر هو اللي بيوصل ل 100 جيجا، الكبر اخره 40 جيجا. يعني اقوى سويتش كبر ما يزيدش عن 40 جيجا. الفايبر ممكن يوصل لايه؟ ل 100 جيجا. لا للبورت الواحد بس، لما تاخد سي سي ان في ان شاء الله هتعرف ان في حاجه كده اسمها باك بلان. يعني ممكن يبقى عندي مثلا سويتش فيه 10 بورتات، البورت سرعته جيجا، يبقى المفترض الاجمالي كام؟ اجمالي تشتغل على الاجمالي وتوزع على البورت زي ما انت عايز. لا المفترض دلوقتي خليك معايا في السيناريو ده، لو انا عندي 10 بورتات والبورت سرعته جيجا، المفترض 2 جيجا، تلاقي السويتش مثلا 7 جيجا مثلا. معنى كده ان انت لو وصلت فيه 10 اجهزه وعايزهم ينقلوا كلهم بسرعه الجيجا مش هيوصل لل 10 جيجا. هو الفتحه الواحده الماكسيمم بتاعها ايه؟ الفتحه الواحده الماكسيمم بتاعها جيجا. لكن لو كله اشتغل مع بعض كلهم هيشتركوا في الايه؟ السبعه. دي حاجه اسمها باك بلين. في بقى سويتشات بتبقى بلوكد يقول لك ده اخر، وفي سويتشات انبلوك. يعني مثلا السويتش يقول لك ايه في 1000 بورت والبورت جيجا، يبقى كده المفترض الباك بلين بتاع السويتش تبقى كام؟ تبقى تيرا بالظبط. في سويتشات بتوصل ل 7 تيرا وفي 10 تيرا وهكذا. دي اللي هو بيقول عليها السويتش هي بيسموها الباك بلان. باك بلان قدره السويتش على استقبال ترافيك من كل البورتات اللي عنده تمام، حسب بقى ايه امكانيات كل ايه كل سويتش تمام. فممكن تبقى الفتحات دي فايبر، الفايبر ميزته ايه؟ سرعات اعلى، مسافات اعلى. حاجه كمان، كابل الفايبر ما بيتاثرش باي عوامل خارجيه. الكابل الكبر ده لو انت ماشيه مثلا جنب مواتير كهرباء، مكان في مصنع، تكييفات، الكمبريسور بتاع التكييف، كابلات كهرباء، اي حاجه من دي بتاثر على الاشاره اللي ماشيه جوه الكيبل، وبالتالي بتعمل نويز على الاشاره. تلاقي بقى انا بعد داتا توصل الناحيه الثانيه بايظه، لان يعني في حاجات اثرت ايه؟ اثرت. لكن الفايبر مفيش الكلام ده خالص تمام. عليا دايما يجي سؤال في الامتحان يقول لك في تو بيلدنجز عايزين نوصل ما بينهم كيبل، والمكان اللي بين التو فيه بقى ماشينز، الكتريكال ماشينز ومواتير ومش عارف ايه وحاجات منه، نختار انهي كيبل؟ ويجيب لك اختيار، اكيد طبعا هتختار الكابل الايه؟ الفايبر، حتى لو المسافه قريبه، لان يعني انت عايز تتجنب النويز بتاعه الايه؟ الديفايسز ده. وبالنسبه للكيبل ده في منه برضو انواع. يعني الكيبل ده في منه كات 5 كاتيجوري 5 وكات، اكيد انتوا عارفين الكلام ده. كل ما الكاتيجوري بتعلى كل ما العزل بتاعه بيبقى اقوى وافضل، وبالتالي يقدر يقاوم الايه؟ النويز اللي ممكن تاثر ايه؟ في تاثر. لا نوع تاني ضد النويز ليها اسمين كده بس. ما هو في عندنا شيلد تويست بير اس تي بي وفي انشيلدد اللي احنا بنستخدمه اللي هو الانشيلدد تمام. انشيلدد مش معناه ان هو ما فيهوش شيلد، هو فيه عزل بس ضعيف. بصوا اوريكم كده صور لي، لو جينا دخلنا كده على مش عايزين احنا السي سي ان بس احنا واحنا بنشتري الباتش كولز بتاعتنا كانت فرق في الاسعار بسبب الحاجات اللي بتقول عليها. بيفرق في السعر. انت ممكن تلاقي مثلا الشيلد ده المتر عامل 10 جنيه 7 حاجه كده، يعني يبقى اغلى اكتر. ما دلوقتي الدنيا ولعت. بصوا كده المتر 150 جنيه 3 متر 150 جنيه لا ده غالي قوي. بصوا هنا كده، بصوا ده اهو ده الشيلد ده دبل اصلا. بص ده الشيلد عامل ازاي. في نوع وسط بيسموه اف تي بي فويلد، كل طرفين عليهم فويل كده زي ما انتم شايفين عازل كده. ده الكات 6 ده اللي هو فيه عازل في النص، بيعزل كل اثنين على الاثنين اللي جنبه وهكذا. احنا الطبيعي اللي بنشتغل عليه اللي منتشر في السوق كات، مش اي كات 5، مش 5 بقى 5 اي اللي هو الانهانسد بتاعه، التحسين بتاعه. كات 5 اي ده هو اللي دايما لما تروح تشتري تلاقي مثلا هتلاقي ده كات 5، كات 5 اي بيبقى طبعا مكتوب عليه. انتوا اكيد عارفين الايه الحاجات دي، بس ايه هو ده عشان قديم شويه الكتابه ممسوحه.
نشوف كده لو هو هو كات 5 دي بس نضيف شويه محترم شويه اه ده كاتيجوري 6 كاتيجوري 6 محترم كاتيجوري 6 في 6 وفي 6 اي وفي 6 اي وفي 7 ده اعلى واحد في الايه في الكاتيجوري. طب لو جينا بالنسبه لكات 5 اي ده اخره 10 100 1000 يعني يعني الكيبل ده يستحمل سرعه لحد 1000 بمعنى ايه ان انت لو عايز نقل الداتا ما بين الجهاز ده للجهاز ده يبقى 1000 بصوا بقى ركزوا معايا في الحته دي لازم يبقى الكارت ده 10 100 1000 يعني معاك لحد 1000 ولازم يبقى ده لحد 1000 والسويتش لحد 1000 والكيبل يستحمل لحد كام 1000 يعني عارفين لو انا جبت كات 5 كات 5 بس مش 5 اي ده اخره 100 وبالتالي انت جبت احسن سويتش وجبت احسن كروت نتور بوظتها بالايه فلازم على الاقل كات 5 اي كات 5 اي ده اخره 1000 لو انت عايز حاجه اعلى من 1000 اه بالظبط كده لو انت عايز بقى كات 6 معاك لحد 4 جيجا ده تمام آه لو انتوا عايزين تعرفوا بقى تفاصيل عن الكيبلز وسرعاتها والكلام ده كله طبعا انا حاطط لك بقى كل ده عيش حياتك في الماتيريال ابص لو دخلت على الايثرنت اند لاين كيبلز كوكسيال ده القديم قوي ها تويستد بير والفايبر خلينا احنا مثلا في التويستد بير ادي ايه ادي الاشكال بتاعته طب بالنسبه بقى للسرعات والكلام ده كله خش على الفايل ده كيبل تايبس بص يا سيدي بالنسبه للتويستد بير اس تي بي اللي هو اعلى عزل ويو تي بي واف تي بي ده وسط ما بين الاثنين طبعا في بيبقى في نويز ومش عارف ايه ادي بقى ايه الكاتيجوري زي ثواني اكبر لكم الفونت الفونت شويه بصوا كات 5 اي اخره كام؟ اخره 100 5 اي معاك لحد جيجا كات 6 معاك لحد كام؟ 4 جيجا بس نوت ريكومندد يعني هو هو ممكن يوصل ل 10 جيجا بس نوت ريكومندد 4 جيجا حلو قوي عليه كات 6 اي 10 جيجا بس اقصى مسافه كام؟ 25 ما يزيدش عن 25 متر وهكذا لو معاك لحد كات 7 لاحظوا اعلى حاجه في الكبر قد ايه؟ 40 وعرفنا يعني ايه احنا ستريت ثرو يعني ايه كروس اوفر كوكسل مالناش دعوه بيه لو عايز اوبتيكال بقى عيش حياتك بقى الاوبتيكال معاك لحد ايه؟ لحد مسافات بتوصل لحد 100 كيلو طبعا هنا كل ده بنتكلم في 100 متر ها وسرعات بتوصل لحد ايه؟ 100 جيجا تمام كده؟ في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب احنا كده عملنا ثلاث حاجات جبنا التيرمينال ديفايسز اللي هي الاجهزه اللي احنا نربطها ببعض جبنا الكوميونيكيشن ديفايسز سويتش بيسموه كوميونيكيشن ديفايس ده وسيله الاتصال ما بين الايه التيرمينال ديفايس جبنا الكيبلز اللي هي الكونكتيفيتي بتاعتي على فكره احنا بقى شغالين وايرلس هنستنى ساعتها عن الايه احنا كده شغلنا كله وايرد بص انا شرحي كله كده دلوقتي على ايه وايرد احنا بنبني لان دلوقتي ها عارفين ان في لان وفي وان شغلنا كله لان ووايرد مالناش دعوه بالوايرلس خالص دلوقتي اوكي اتاكدنا ان الليدات ايه ها الليدات نورت السويتش بيبقى فيه ليدز انت لازم تتاكد ان الليد اللي في السويتش هي بص هنا كل بورت هنا يعاد له ايه ليد فلو انا وصلت الكابل بتاعي والليد نورت تمام ده دليل ان انا شغال ايه شغال صح وصلت بقى الليد ما نورتش يبقى في مشكله انت مقرش غلط الكيبل في قطع اعمل تيست على الكيبل وهكذا كل اللي احنا عملناه ده بيسموه ايه؟ بيسموه لاير 1 لاير 1 دي كده البنيه التحتيه او بيسموه الفيزيكال فيزيكال لاير او ممكن نقول عليه بقى ايه الانفرا الانفرا ستراكشر بتاعتنا البنيه التحتيه بتاعتنا ودي على فكره اصعب لاير احنا عشان نبني شبكه بنمر مجموعه من المراحل اتفضل يقدر يسكوتوا فايل بره الفيديو؟ اه ممكن بعد ما اخلص فايل سيف اه عشان بس تمام ممكن نسيف في الاخر ده كده سيف في الجي يعني؟ لا 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 بيتسيف از لاب تفتحه بالباك تريسر برضه يعني بص كده اهو فايل سيف از على الديسك توب اسميه مثلا ايه لاب 1 اقفل بقى الديسك اللي احنا عملناه ده وافتحه كده
ده بس هو فتح بالفيرجن الجديد اللي انا بقول لك بيقعد يسالني ايه، فاقول له جيست لوجن وبعدين يفضل معلقني 15 ثانيه وبعد كده يفتح. عشان كده انا هعمل ايه دلوقتي؟ رايت كليك اوبن ويز، خلينا بقى نخلي الديفولت بتاعنا 6 عشان يفتح معانا على طول. بس خلي بالك انت لو عامل لاب على 7 مش هيفتح معاك على الفيرجن القديم 6، فعشان كده انا حريص ان اي لاب اعمله على 6 بحيث ان هو يفتح معايا على 6 واي حاجه ايه اي حاجه بعد. طيب يبقى احنا هنا اهو الدنيا اشتغلت تمام، الليدات بتاعتنا اشتغلت تمام. احنا عشان نبني اي شبكه لازم نمر مجموعه من المواد، زي كده تبني عماره يقول لك ارمي الاساسات وبعد كده حط بقى الطوب وبعد كده الكهرباء وبعد كده محر، صح كده؟ خطوات لازم تمشي فيها بالترتيب. نفس الكلام الناس اللي عملوا علم الشبكات قال لك انت عشان تبني شبكه لازم تمر بمجموعه من اللاير. لاير 1 عباره عن ايه؟ اللي هي بقى سويتشاتنا، اجهزتنا، كابلاتنا، تقريج، شغل بالظبط كده. الله يفتح عليك. نيجي بقى هنا كده الماوس بس بتعلق مع ال، لا هي الماوس مش معلقه عشان مشكله في الماوس، الريكوردنج مع الشو بيخليها ساعات كده. كويس ان احنا سيبنا. ده كده من الاخر كده شغل ايه؟ شغل الهاردوير، وده اصعب حاجه على فكره. ان انت تختار الموديل بتاع السويتش اللي هتستخدمه وكام بورد وهتوصله كابلات نوعها ايه؟ طب هتجيب سويتش ولا سويتشين ولا ثلاث سويتشات؟ طب لو هتوصل سويتشات ببعضها هتوصلها ازاي؟ كل ده اللي بيعمله اللي هي شركه جيتسو اللي هتجي لكم تحط الديزاين نفسه. تفكر السيناريو وبعدين تشوف البيست براكتس ايه وتحصل السيناريو بالظبط. ده كله شغل لير كام في الاول؟ لير 1. انت عاده بتروح على مكان هو اوريدي متظبط فيه لير كام؟ لير 1. تبدا انت بقى تكمل باقي الشغل اللي بعد ايه؟ اللي بعد لير 1. تمام؟ طب ده بالنسبه للير 1. تاني مرحله لازم نمر بيها لير كام؟ لير 2.